وانا ما عجبنيش الفتره الاخيره. أيوة. اول لما تمت عين الكابتن حسام بقى تبدا بقى تشتغل سوشيال ميديا وفيديوهات خايبه يعني انت هتستفيد ايه يعني انت كده شاطر اللي بيعمل كده في الاول والاخر المدرب هي خبرات وبتزيد خبرات اكيد الكابتن حسام اما بدا تدريب ما بقاش زي ما دلوقتي. أيوة. دي الخبرات اللي المدرب بيكتسبها فمش هنبدا زي ما اقول لك اول لما نبدا بقى حاجات خايبه وحاجات ملهاش لازمه ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. ايه رايك في الجمله اللي يقول لك ايه هو ميزه كابتن حسام حسن انه عنده روح وحماس ما فيش وحاولوا حاطط نقطه بعدها يعني هو ما بيشتغلش فنيا هو مش مدرب بص كبير. بص يا كريم انت لو اديت ودنك وعينك للي بيتكتب والاراء هتتعب مع احترامي ليا مع احترامي ليك يعني في الجو الكروي اللي احنا عايشينه في مصر يعني احنا في حاجات هنا في السوشيال ميديا وفي الحاجات بتقراها استحاله اللي انت تشوفها في اي حته بكلمك بجد والله العظيم 100 الف خبير كروي و100 الف محلل اداء ومحلل فني بس ده عادي يا كابتن امين لا بص لا انا اقصد العادي انه كل الناس دي الكوره دي اللعبه الشعبيه فطبيعي كل الناس هتتكلم في الكوره حلو بس لو هتلوم انت بقى ممكن تلوم المختصين اللي هو ممكن يكون بيتكلم وهو مش دارس او مش فاهم اللي هو مختص بقى المختص لعيب سابق مثلا مدرب سابق حد بيشتغل في الاعلام معاك. لكن الناس العاديه ما طبيعي كل واحد بيقول رايه زي ما هو عايز هو هسألك سؤال دي الكوره بتاعتنا كلها انا هسألك سؤال فضل. انا راجل مدرب ولعبت كوره اقدر اقول رايي في هندسه معلش بقى نتكلم بقى في مبنى انا ممكن اقول لك شكله حلو لكن مش هكلمك بقى تصميم المبنى وبتاع هي دي مش بص يا كريم يعني الناس ما بتتكلمش عن لا بص اتكلم في الكوره اللي انت انا لو واحد عادي هتكلم في الكوره منتخب مصر حلو منتخب مصر وحش المدرب تشكيله حلو تشكيله وحش لا احنا دلوقتي في اخر 5-6 سنين ايوه بقى ما شاء الله بقى دخلنا في الفتي مرحله الفتي انا بكلمك بامانه ودي من الحاجات اللي انا بقول لك من الحاجات اللي للاسف اللي وقعتنا الفتره اللي فاتت اللي بعض المسؤولين بيبقى عينيهم وودنهم على الحاجات دي ايوه وما انا اقول لك على حاجه انا اكلمك بصراحه هو اللي مشى الكابتن ايهاب جلال من المنتخب ايه نتائج ولا الكابتن حسام بدري مشى نتائج ما مش راي وبتاع والناس والكومنتات الوسط اتحاد الكره قفل التعليقات بتاعه خبر الرقاله انا بكلمك بقى في حاجات وحشه قوي ما انا بقول لك اعمل اللي انت عايزه وسيب الناس تعالى ما انا بقول لك عشان كده بقول لك اللي انت بتتكلم فيه احنا 100 مليون بيحبوا الكوره 100% بس المشكله زي ما بقول لك اللي ساعات في ناس بتزودها وساعات المسؤولين للاسف تيجي نصيغها بشكل احسن قول لي وهربط لك كلامك ده انه الناس من حقها تقول اللي هي عايزاه بالظبط بس انت كمسؤول انت كحد بيدير انت تدير بقى بعلم وتبقى فاهم وشايف وعارف الصح ايه امال انت جاي ليه بالظبط كده لكن الناس هتقول زي ما انت راجل لعبت كوره انت الناس بتبقى انت بتطلع الكوره من على خط الجول ويشتمك ويقعد يشجعك وبعدها على طول يشتمك فدي كوره يعني بالظبط يبقى انت النقطه طبعا انت بتتكلم فيها اللي فعلا ممكن كل الناس يبقى ليها اراء بس في الاول والاخر صاحب القرار أيوة. ما تتاثرش بالاراء الناس ببساطه يعني.